سلام، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جبت لكم خبز كما راكم تشوفوا، راه يشهي. خبز بالفرماج والزيتون، بزاف بنين. كما على بالكم راهو قريب رمضان، تقدروا ديروه في رمضان وما ياخذ لكمش بزاف الوقت. راح نروحوا لطريقه تحضير هذا الخبز. ريسيبيون، حطيت كاس تاع حليب دافي، زدت له نص كاس تاع ماء دافي. زدت حطيت لها مغرفه كبيره تاع خميره ومغرفه كبيره تاع السكر، وخلطتهم مليح وخليتهم حوالي 3 دقائق. بعد ما جازوا 3 دقائق زدت لهم هنايا 4 كاس تاع الزيت وحبه بيض كامله، وزدت خلطت هذاك البيض والزيت بعد ما زدتهم. ومن بعد بديت نضيف الفرينه بعد ما غربلتها. حطيت مع الفرينه كميه من الملح. بالنسبه للكميه تاع الفرينه هنايا، انا هنايا درت الفرينه حتى تلمت لي العجينه، والعجينه ما تجيش يابسه، يعني ما تجي طريه بزاف، ما تجي يابسه. وبقيت نزيد في الفرينه حتى تلمت لي العجينه، جات عجينه طريه وبزاف هايله. هنايا زدت لها حوالي 50 غرام تاع زبده، هنايا الزبده كانت طريه يعني درجه حراره الغرفه. خلطتها معها، دلقتها مليح حتى دخلت مليح في العجينه هذيك الزبده، وهاي لك العجينه النهائيه اللي تحصلت عليها. هنا غطيتها وخليتها حتى يضاعف الحجم تاعها. بعد ما تضاعف الحجم تاعها، هنا درت شويه زيت في يدي باش تجيني سهله، باش نقدر نحيها ونكسلها. هنا فرشت بابي كويسون في البلا اللي راح ندير فيه. هنا انا درت خبزه واحده بصح، نتوما تقدروا ديروا زوج خبزات، يعني دير لكم حتى ثلاثه خبزات، كل واحد على حسب كيفاش حاب يدير. انا هنايا حبيت ندير خبزه كبيره، كسلتها بهذا الشكل. ومن بعد جبت كوبات وبديت نقطع في الخبزه تاعي بهذا الشكل، حتى نكملها كامل بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. حتى نكملها كامل راح نجيب الجبن اللي راح نستعمله. انا هنايا استعملت جبن غينو، هذا الجبن بزاف بنين، يعني صراحه هذا الجبن زاد لي بنه كبيره في الخبز كما راكم تشوفوا. شوفوا يجي محكوم، وكي درتو يعني ما خرجليش من الخبز، حطيته في ان بوش واستعملته. شوفي جاني ساهل والذوق تاعو بزاف هايل. حطيته فوق الخبزة بهذه الطريقة، يعني حطيت فيها كامل هذاك الجبن بهذه الطريقة. في الوسط تاع الخبزة تاعي انا حبيت نزينها بشرائح تاع الطماطم. هنايا كنت حطيت صفار تاع حبة بيض وشوية حليب ودهنتها كامل به، دهنت الاطراف تاع الخبزة والوجه، وكنت موجدة كمية من الزيتون الاخضر. وبالنسبة للتزيين تاع هذا الخبز اختياري، كل واحد يدير واش يحب. انا حطيت له الزيتون بهذا الشكل، زدت حطيت له في الاطراف كامل شوية تاع السانوج. الخبزة هذه كما راكم تشوفوا انا راني نحط في الزيتون وهي راهي تخمر. هاوليك بعد ما كملتها كامل، كنت شعلت الفرن تاعي على 180 درجة، دخلتها طابت من تحت ومن الفوق. الخبز هذا يجي بزاف بنين وخفيف، تقدروا ديروه في رمضان كيما على بالكم رمضان هاو على الابواب. والحاجه اللي زدتو بنا هي الجبن تاع غينو، الله تجربوها وعلى بالي بلي راح تعجبكم بزاف بزاف. هاي ديك الخبزه تاعي بعد ما طابت، الشكل تاعها راهو يشهي والريحه تاعها راهي تشهي. وكي قسمتها جات بزاف خفيفه وهايله، وهذا الجبن زدتها كيما قلت لكم زدها بزاف بزاف بنا. وفي الاخير ما بقى لي غير نقول لكم ما تنساوش تخلوا لي اعجاب للفيديو وتخلوا لي دي كومونتير. ان شاء الله نتلاقاو في وصفات اخرى. شكرا، سلام.